أسعدتم مساء مشاهدينا الأعزاء عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد في نشرة لأبرز الأخبار الميدانية المحلية والعالمية، ونبدأ نشرتنا الإخبارية باستعراض أبرز ما جاء ضمن برنامج تلكرم اليوم، حيث عبر أهالي الأسرى عن استيائهم خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر لضعف الحركة التضامنية الأسبوعية في المدينة والرامية لتعزيز صمود الأسرى وأهاليهم. بناشد جميع أهالي الأسرى أن يكونوا موجودين من أجل الأسرى والأسيران، لأنهم الأسرى أبنائهم أبناء الشعب الفلسطيني، وبطالب يكون الحضور أزيد عن هيك إن شاء الله، لأنه أسرانا أغلى ما نملك. هؤلاء اللي أعطوا زهرة شبابهم إلى فلسطين وإلى الوطن كله بأكمله، لازم نتضامن معهم باستمرار، لازم نوقف معهم. وأسرانا يعني للأسف الشديد بناشد أهليهم كذلك الأمر، خليهم يحكوا إيش ما يحكوا، مقصرين مع أبنائهم مقصرين. لازم يكون من أهالي الأسرى حضور أضخم من هيك، لو من كل دار أسير اثنين اثنين بنعبي الساحة هاي الموجودة، وبطلع الصليب الأحمر بقابلنا باستمرار. لا رسائل تذكر في ظل هذا الحضور الهزيل من مؤسساتنا، من أهالي الأسرى، من مؤسسات الأسرى جميعا، نادي الأسير، وزارة الأسرى، من المحافظة، من كل مؤسساتنا الرسمية، من أبناء شعبنا، من الأسرى المحررين. لا يوجد أحد بالمطلق، هذا اعتصام هزيل لا يؤدي إلى أي غرض. الأسرى أسمى منا جميعا على كل فصائل العمل الوطني، أين هي؟ لا يوجد أحد في هذا الاعتصام. المطلوب من كل مؤسستنا الرسمية، المؤسسات الأهلية، من الفصائل، من مؤسسات التي تخص الأسرى والذين ينادون بالأسرى ويزاودون على الأسرى، أن يكونوا موجودين على الأقل في هذا الاعتصام. هذا الاعتصام لا يرقى إلى أي درجة، اعتصام سخيف بسيط هزيل، سموه كما تسموه، لكن كل لوم على مؤسساتنا الرسمية أولا، ثانيا المؤسسات التي تعنى بالأسرى أين هي، فصائل العمل الوطني أين هي، فصائل العمل الإسلامي الذين ينادون ويزاودون أين هم من موضوعة الأسرى. أكثر من 500 أسير من محافظة تلكرم، لا نجد إلا هذا العدد القليل، 20 أو 30 شخص أتوا ليتضامنوا مع الأسرى، ليقفوا مع الأسرى، لكن هذا لوم واستياء من جموع جماهير شعبنا، من مؤسستنا الرسمية أولا ومن المؤسسات الأهلية، من موضوع الأسرة. احنا في الشعب الفلسطيني لازم نوجه رسالتنا الوحدة لجميع الشعب من في غزة وفي الضفة الغربية، ولازم نأيد المقاومة ونأيد جميع المفاوضين الموجودين في القاهرة على التحقيق مع طالب الشعب الفلسطيني بالحرية الكاملة إلنا ولا أسرانا، ونشد على أيديهم، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. برنامج تلكرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هني هني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. وضمن أخبار محافظة تلكرم، سلمت جمعية أصدقاء المريضة اليوم الثلاثاء كرسيا كهربائيا للطفلة صابرين خالد بالتعاون مع الاتحاد العام لذوي الإعاقة وشركة نيوميد المانحة للكرسي، وذلك خلال حملة الدعم والمناصرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. احنا اليوم بصدد تسليم كرسي كهربائي ضمن حملة الدعم والمناصرة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة تلكرم. هذه الحملة بقوم عليها مؤسسات المحافظة بالتعاون والشراكة مع اتحاد ذوي الإعاقة في المحافظة. اليوم ومن خلال دعم هذه الحملة قامت جمعية أصدقاء المريض الخيرية مشكورة بالتنسيق مع شركة نيوميد اللي هي أساسا موقعين معهم اتفاقية تزويد المؤسسات في الأدوات المساعدة بالتبرع السخي بكرسي كهربائي. طبعا منشير لأنه جمعية أصدقاء المريض وبنشكرها بهذه المناسبة، أنه ما بتقدم يعني هي ما بتدعم الحملة فقط من خلال توفير أو التنسيق من أجل توفير الأدوات المساعدة، لا بالعكس، هي ضمن الاتفاقية مع اتحاد ذوي الإعاقة بتقوم على العمل على تسهيل الكثير من الأمور الطبية أو عمل الخصومات لمنتسبين الاتحاد. بتشكرهم كثير من الجمعية، من الاتحاد، أصدقاء المريض، بتشكر كل الناس بتشكرهم على الكرسي. جمعية أصدقاء المريض قامت بالتنسيق مع
الشركات اللي متعامل معها شركة نيوميد لصاحبها الدكتور محمد عمر، فقاموا مشكورين بتقديم كرسي كهربائي. ونحن تواصلنا مع الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين اللي ذكرنا أحد الأشخاص اللي بحاجة لهذا الكرسي، وإحنا راح نقدمه إن شاء الله باسم الجمعية. برنامج تلكرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هني هني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. نفذ محافظ طولكرم عصر اليوم جولة تفقدية لمدرسة بنات محمود الهمشري الذي تحتوي على جميع التبرعات العينية والمادية لقطاع غزة، وأثنى كمل على جهود المجتمع المحلي في جمع هذه التبرعات وموجها رسالة عز وصمود إلى أهلنا الشقيق في قطاع غزة. أولا كل الشكر والتقدير لكل الناس، لكل المؤسسات التي ساهمت بهذا الجهد الرائع وهذا الجهد النوعي حقيقة، والذي إن عبر يعبر عن أصالة الانتماء ويعبر عن الوحدة الوطنية الساكنة في دمنا كفلسطينيين، وهذا هو الخطاب الذي نود أن نبركه للكل الفلسطيني من كل الفصائل. ونقولها بصراحة أن الخطاب الوحدوي هو الخطاب الجامع، أما الخطاب خطاب القسمة والخطاب المبني على الكراهية والحقد والتخوين والتكفير فهو خطاب مداس من قبل أي شبل وأي زهرة فلسطينية. نحن بذلك نعبر عن وحدتنا كفلسطينيين ونعبر عن أصالتنا كفلسطينيين. الكل من كل الشرائح ساهموا بجمع هذه الكميات الرائعة من المواد التي بحاجة لها الأخوة في قطاع غزة. برنامج طولكرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هني هني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. نظمت محافظة طولكرم ورشة عمل لمناقشة الطرق الفعلية لحماية الأسرة الفلسطينية بحضور عدد من المختصين والمؤسسات ذات العلاقة. تأتي في ضوء هذه المناقشة قانون حماية الأسرة بحضور مؤسسات وجهات ذات علاقة من أجل الخروج بتوصيات تكفل حماية الأسرة لما تشكله من دور كبير في بناء المجتمع والوصول إلى أسرة خالية من العنف. احنا هي ورشة عبارة عن مناقشة قانون حماية الأسرة، تم التنسيق مع وزارة شؤون المرأة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. هو عبارة عن القانون اللي بيضمن لحماية للأسرة، بالخاصة الأسرة اللي بتتعرض للتعنيف سواء من الزوج أو الأولاد أو الأم، وكان لابد من صياغة هيك قانون وعرضه على مجلس الوزراء ومصادقته، واليوم هو عرضه على المؤسسات الداعمة لهذا الموقف. ونتأمل يعني من الحضور انهم يعني يساهموا في تطبيق هذا القانون، خاصة انه اغلب الحضور هم من مؤسسات مساهمة ولها تأثير في صنع القرار، ونتأمل ان نوصل لهذا الهدف اللي احنا بنسعى له. شكرا. برنامج طولكرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هني هني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. نفذ محافظ طولكرم اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لبلدة عكابة شمال محافظة طولكرم، واطلع كميل على أحوال المواطنين في البلدة، خصوصا المعاناة المستمرة من قبل جدار الفصل العنصري واستخدام بوابات تعسفية لدخول المواطنين لأراضيهم من قبل سلطات الاحتلال. هذه المنطقة كغيرها من المناطق هنا في محافظة طولكرم وأيضا الكثير من المحافظات تعرضت لعملية سرقة وقرصنة إسرائيلية بدعوى الأمن. من يريد الأمن كان بإمكان إسرائيل أن تضع جداره على الحدود، حدود الدولة الفلسطينية. لو كانوا فعلا يريدوا السلام لوضعوا هذا الجدار على حدودهم، بالرغم أن كل الجدران انهارت، جدار برلين انهار والكثير من الجدر انهارت، النظام بريتوريا العنصري انتهى وأصبح جزء من التاريخ المقيت والتاريخ الأسود. الآن إسرائيل تجسد الفاشية وتجسد نظام الأبرتايد عبر هذا النظام العنصري.
الإجباري وعبر عملية السرقة الممنهجة والمنظمة من قبل الدولة، هذه الدولة التي تمارس الإرهاب المنظم عبر عمليات القتل المنظمة، عبر عمليات القتل العشوائية والتي طالت الآلاف هناك في قطاع غزة، وهنا تمارس إرهابها من نوع آخر عبر سرقة الأرض وهي جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. برنامج طول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هاني هاني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. وفي أخبار المحافظات الأخرى، أطلقت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم الثلاثاء قوافل المساعدة للعائلات النازحة في قطاع غزة. وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل أن القوافل تستمر ضمن المشاركة المجتمعية للشركة في تقديم يد العون والمساعدة العاجلة لقطاع غزة المدمر. اللي على حبها ما يختلف اثنين، بيني وبينها عشق وصار لسنين. اللي على يختلف اثنين، بيني وبينها عشق وصار لسنين. اعشق سماها وهي القلب والعين، هي حبيبتنا حبيبتنا فلسطين. هي حبيبتنا حبيبتنا فلسطين. هي هي جزء من التزامنا احنا كشركة اتصالات فلسطين بالمسؤولية المجتمعية لأبناء شعبنا. دائما على مدار السنوات الماضية كمجموعة اتصالات فلسطينية وجميع شركات ومن ضمنها شركة اتصالات فلسطين، قمنا بتقديم خدمات حاولنا أنها تكون تنموية. مسؤوليتنا الاجتماعية حاولنا أنها تكون تنموية بهدف تطوير مجتمع ويكون فيها استدامة، ولكن بناء على الظروف الطارئة اللي صارت مؤخرا في غزة، وأهمها أنه صفت المواد الأساسية اللي هي الغذاء والماء الحياة للبني آدم في غزة، ارتأينا أنه نرجع للأساسيات ونفكر في مشاريع الاستدامة والتنمية بعد إن شاء الله ما تبلش مرحلة الإعمار لقطاع غزة بعد انتهاء العدوان عليه. كل أسبوع راح يطلع ما يقارب 6 شاحنات من إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية. الأسبوع الماضي كانت جوال، الأسبوع هذا راح تكون الاتصالات الفلسطينية، بعدها راح تكون جوال يمكن مرة تانية، يمكن تكون حضارة، ولكن بمعدل 6 إلى 7 شاحنات أسبوعيا راح تطلع من هون على القليل 3 أسابيع، وبعد من بعديها راح نغير خططنا بناء على التغيرات اللي بتصير في غزة. بالتل عم بتكون بحملة لدعم أهلنا في غزة. طبعا من بداية العدوان على غزة كانوا موظفينا مستمرين على رؤوس عملهم على الرغم من تعرض قطاع غزة للقصف وتعرضهم للخطر. كانوا بوصلوا خطوط التلفونات المقطوعة. تبرعت شركة الاتصالات في خلال رمضان بإفطارات مجانية وقامت بزيارة لمدارس النازحين، وهذه شاحنة القافلات اللي إن شاء الله راح تنطلق لقطاع أهل غزة، وربنا يصبرهم وإحنا معهم على طول يا رب. بحرها وهواها كل الناس طيبين، ربي يحفظها يلا قولوا آمين. هي حبيبتنا حبيبتنا فلسطين. هي حبيبتنا حبيبتنا فلسطين. حبيبتنا فلسطين. في ختام نشرتنا الإخبارية نستعرض وإياكم حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا بوجه عام في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. في ختام نشاطنا الإخبارية أطيب المشاهدة نتمناها لكم عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد. هذه أطيب التحيات وإلى اللقاء.